مجرد دخولك إلى أسواق الشعبية تصادفك هذه المشاهد. الجميع محمل بأكياس الخضار والفواكه. تقربنا من الباعة وحتى الزبائن، نسألهم عن وضع السوق في هذه الفترة، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا. والشعب يستوكي، شغل ما لباليش أنا، شغل ما نعرفوش حاجة صح. يستوكي ولي يدي كيلو ولا يدي 10 كيلو. لي سوبيرات فرغوا فرغ كلش. أنا عمي رامي يجوا يشرو بزاف، خايفين على الفيروس هذا يعني ماشي غير اللحم، يشرو كلش، الخضره على ليمونطاسي وكلش، تما خايفين الفيروس هذا ينتشر وكاع، تما خايفين تحبس الحاله. حتجي بالك النهار يقول لك المرضى هذا بالك واحد ما يخرجش من الدار، فهمت كيفاش؟ تما واحد الناس راه يدير احتمال تاعها تقضي. زعما في عود ما يدي كيلو يدي 4، في عود ما يدي 2 كيلو يدي 8، وراك تشوف يا اخو شغل حاله متدهوره. مختلف السلع والمنتوجات عرفت ارتفاعا كبيرا في بورصة أسعارها على غير العادة. تما ما كان كنترولي يبيع اللحم زادلو، اللي يبيع البصل زادلو، اللي يبيع طوباطيش زادلها. أروح تحبط لي تلقى بطاطس ب 1500، زيد حبط لتحت تلقاها 9000. علاه؟ زادوا لي بريغ، زادوا مليح، واحد ما يكذبش، زادوا مليح. بارابور هاي اللي كلفت كيما كانت البارح ماشي سومت اليوم، زلودية كيف قرعة كيف. ويا خو اسعار هادو ماشي بيدنا. في السوق ما كاش لي كونترول، والسلعه راهي زايده بزاف. زرو ديال البارح نبيعو فيها 4000، اليوم في السوق دير 8000. السلعه نبيعها هاي السرقه سون بيتي. المواطن في ظروف معينه متلهف لشراء اكثر الاحتياجات تاعو، ولكن هذا ما يبررش ان التجار يرفعوا الاسعار على ما كان معمول به من قبل. ارتفاع الأسعار واقع يعيشه المواطن الجزائري في مختلف المناسبات، ليتعداها إلى الأزمات في ظل غياب الرقابة التي لا طالما اشتكى منها المواطن ووعد المسؤولون بتطبيقها.